ليه ماما تشكلها عشان يعطيه بالمفتاح؟ عشان ما تهج. نحن اللي جاء من طيارة رقم 2339 اللي فقدت. وأنا بيني وبينك وكل واحد يحدد غرفته بنفسه. شوف الصفين اللي جالسين قدام الحين تعرف ليش ما نمثل. أنتم ماخذين أدوار البطولة وأنا اللي أكلها عشان ما أخذ دار حرمة. صبياتي زي الصوص حقي، جاب جدو من المزرعة غير اللون من المحل اللي جنبنا. ونتواجد بأنفسنا ونقول رأينا. يلا يلا ما عليك. دفع الثاني. يلا بسم الله. من باب حرية التعبير التي ينادون بها هم. طب وين سلسل سارة؟ بس يعني شكلك متضايقة. تبريه نظرة شرعية. معلش الصوت فشل شوي. بالعكس حلو. الحمد لله على فطرتنا، نحب الحريم. فهد، ايش التغيرات هذه؟ عشان ياتي بتسخن النار.